أصدر منخرط فريق الوداد الرياضي لكرة القدم بلاغ استنكاري يؤكدون فيه تعرض فريق الوداد الرياضي للظلم والتمييز من قبل القناة الرياضية والمديرية الوطنية للتحكيم التابعة للجامعة الملكية المغربية لكرة القدم. وأكد منخرط الوداد الرياضي في بيان رسمي: نحن منخرط الوداد الرياضي ندين وبشدة هذا التمادي المقصود في التمييز بين أندية القسم الوطني الأول من طرف قناة الرياضية من جهة ومديرية التحكيم من جهة أخرى. كيف يعقل أن تستمر مهازل الإخراج الرياضي لمباراة أو مباريات نادي الوداد الرياضي باستعمال كافة الوسائل الممكنة للتحيز ضد نادينا في استعمال لقطات تقنية حكم الفيديو المساعد؟ وأصدر منخرط فريق الوداد الرياضي بلاغ حول هذا الموضوع واسترسلوا فيه.